السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلش ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الاول من كتاب المعاصر تايم فور طيب خلصنا الوحدة الاولى وهنحل ان شاء الله تيست وان تيست تو طيب تيست وان على يونت وان هنبدأ من اول المحادثة هنا بيقول لنا ليسن and complete اوكي okay. lesson listen and complete هنا بيقول hello الياء قالت له هالو علي ار يو دوت فور بريكفاست ار يو ايه هل انت مستعد للفطار ار you ready فور breakfast هترد تقول له يس اي اي يس اي ام طيب هيقول لها وات از a دوت بريكفاست وات از فور بريكفاست قالت له وي ار هافينج ايه نقول بقى beans اند ايجز بريد اند ايجز عندنا تشيز اند ايجز اي حاجة في الفطار يبقى are you ready yes i am what is for breakfast we are having bread and eggs number 3 هنا بيقول لنا circle the odd word and replace it بنشيل الكلمة المختلفة وبنبدلها بكلمة صحيحة تناسب السياق number 1 نمبر 1 هنا عطينا جوس بلو ريد جرين طبعا جوس عصير ملهاش اي لازمة في النص هنحط اي لون مكان العصير ممكن نحط بلاك ممكن نحط وايت ممكن نحط يلو نمبر 2 عطينا هنا بينز تيكتس تشيس اجز طبعا تيكتس هنا غلط هنشيلها ونحط مكانها ايه بريد خبز نمبر 3 هنا معانا ووش cook what watch طبعا هنشيل what ونحط اي verb مثلا ممكن نحط رايت يكتب ممكن نحط play ممكن نحط look ممكن نحط laugh ممكن نحط clean معانا verbs كتير ممكن نحط listen كل دي افعال تنفع اسالهم هنكتب play نمبر فور هنا ماونتين منى علي هدى طبعا هنشيل هنشيل ماونتين ونحط اسم هنحط منى وعلي وهدى نحط مثلا اه احمد نمبر فايف رايس تشيس فيش ماذر هنشيل ايه هنشيل طبعا هنا ماذر وهنجيب اي حاجه هنا اكل هتبقى مثلا لحمه ميت اوكي اوكي choose the correct answer from A, B, C or D. She is going to dot a mountain. هنا climbs, climb, climb, climbed. طيب هنا going to بيجي بعدها الفيرب في المصدر هتبقى climb. Number two, what is dot ليلى قالت لها I can't find my sunscreen. What's a uh, wrong? she dot at my jokes she laughed at my jokes did you هنا هيجي الفيرب فين في المصدر لان did بتطير الاي دي -E يبقى did you clean the tin اوكي هنا عطينا قطعة بسج بتقول علي and his family went to a camp at the mountain They woke up at 7 o'clock because it was time for breakfast لأن ده معاد الفطار They, they had beans and eggs for breakfast Grandfather watched the sunrise In the evening في المساء They played cards هنا بيقول هنعمل true or false علي and his family woke up at 7 o'clock طبعا قلنا ده ايه true They played cards in the morning in the evening had a false They had beans and eggs for breakfast through the صحيح. هنا بيقول what did grandfather do? Grandfather can be a and all. he watched the sunrise He watched the sunrise Number five بيقول where did Ali and his family camp? Can familylin camp in? كانوا عاملين كامب فين؟ طبعا at the mountain الإجابة من الأول هتبقى they went تو a camp at the mountain عملوا كامب في إيه؟ ماونتين هنا بيقول rearrange the following words to make correct sentence عايزنا نرتب عشان نكون جملة صحيحة نمبر one عطينا I find بن my can't هتبقى إيه؟ I can't find my pen. I can't find my pin. Number two, here. He did cook. He did breakfast. طبعاً ده سؤال. طيب هنبدأ بدد. بعدين ندور على he did he cook breakfast? Did he cook breakfast? طيب did he cook breakfast? طيب number three. You did pins breakfast for half. طيب. هنبدأ بدد طيب فين السبجكت هنا عندنا you did you have beans for breakfast did you have beans for breakfast number 4 هنا cards he yesterday played he played cards yesterday تمام he played cards yesterday full لان دي جملة عادية أنا بيقول لوك اند رايت ا باراجراف اوف 5 سنتنس عطينا هنا بيكتشر وعايزنا نكتب عليها 5 سنتنس هما هنا فين ممكن نقول ان هما في الكامب يبقى they are at the camp هما في الكامب طيب they are sitting هما جالسين ممكن نقول ممكن نقول ان هما معاهم بوتس and bands ممكن نقول ايه يوجد بوتس and bands ايه there are puts and bands طب بيعملوا فيها ايه بيغسلوها ممكن نقول they are washing puts and bands ممكن نقول ان هما سعداء they are very happy نيجي نشوف كتبنا ايه في الباراجراف قلنا they are at the camp هما في الكمب they are sitting هما جالسين there are يوجد there are puts and bands معاهم حلل ومقالي they are washing puts and the bands they are very happy هما ايه البنك تويت the following هنا حلته لكم علي هتبقى كابتل الكسندري هتبقى كابتل لاست فرايدي هتبقى كابتل وفي الاخر هنحط في الستوب نمبر تو ده سؤال يبقى في الاخر نجري نحط كويتشن مارك ونحط في الاول كابتل لتر وبعد الابوستروف بيبقى معانا كابتل لتر